هي مجموعة من التنظيمات والنقابات والأحزاب والأندية التعاونية، المنظمات الحكومية، نقابات المحامين، النوادي الطلابية، يعني يصور لا نقوم بضغط الدولة بقدر ما يكون يعني سلبية. أيضا تعمل مشكلة الوحدة الوطنية، نرى أن حينما يكون هناك نمط سياسي واحد، أعتقد أن الغالبية يشتغلون في المؤسسات. أعتقد أن الأهم ما يقوم به المؤسسات أيضا اليمن المختلف، يعني منظمة وطنية ودولية ودينية فيما يتصل مجال حقوق الإنسان التي يجب أن تقوم بها فيما يتصل مجال حقوق الإنسان. أعطي إلى محل حتى أن يصبح حال حقوق الإنسان هو التصنيف السياسي للمؤسسات. مثلا المؤسسة تريد أن يعني أن تشتغل مواد الدستور، وأيضا قال يعني مثلا يلاحظوا أنه لم يتم ذكر المرأة. حقوق الإنسان والإسلام اعتمادها كآلية وطنية في الرصد والتوثيق، وتجرم من يمارسون عملية التعذيب بصورة واضحة وبصورة شفافة. المرأة في جميع مؤسسات الدولة، واليوم هناك إدارة عامة للمرأة في جميع التي تسببت فيها من يشرك. في أيضا مراجعة وتعديل التشريعات من أجل ضمان أن القانون للمرأة والجرائم التي مورست في اليمن. أول محكمة وبناء على مسوق قانوني وتقطع. اما في او بواسطه غيره مع متهم او شاهد يطبق اثناء النزاعات المسلحه والنزاع وفي وهذا المبدأ أكده الدستور اليمني في المادة 48 والمادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية. المحامي اختاره بنفسه كما نص المبدأ 7 من المبادئ الأساسية المتعلقة حقه في الدفاع. يمكن القبض عليه هو احتجاز كما أن الجزائي ثم الاستئناف وإليها المحكمة العليا للنقد والإقرار وشكرا جزيلا. وتعمل على فضح منهم في سجون جماعة الحوثي في صنعاء ودمار وتعز، وتوفي 4 حالات للمختطفين توفوا متأثرين بالتعذيب الذي تعرض المختطفين. تعرض 1799 مدنية لإلغاء 154 رسالة رسمية ومذكرة قانونية، أيضا 65 فيلما وفلاشا و30 تقريرا. رابطة مئة المختطفين ضمن حملة 180 يوم، يوم العدالة للمختطفين، تنفذ الندوة الحقوقية وتصدر تقريرها الرابع الحقوقي الذي يتضمن الانتهاكات وقيد الحريات التي عانوا منها المجتمع اليمني في ظل الحرب الراهنة. فمن خلال من عامي 2018 حتى عام 2022 تم انتهاك 1799 مختطف مدني، وتم 865 محتجز تعسفا، و 440 المخفين قسرا، وتوفيت 12 حالة بسبب الإهمال، و 153 تحت التعذيب تم توفوا تحت التعذيب. وكثير ما وطبعا ما زال هناك الكثير من المختطفين والمختطفات اللي داخلين السجون لم يتمكن الى رسوم انتهاكهم، هذا في ظل الحرب الراهنه التي تعاني منها بلادنا اليمن. ومن ضمن الحمله التي اقيمتها رابطه امهات المختطفين. صباح حميد، رابطه امهات المختطفين المدير التنفيذي مارب. رابطه امهات المختطفين تشكر على هذه الجهود التي تبذلها في حمايه حقوق الانسان في اليمن عموما،
ولا سيما للفئة الأكثر ضعف وهم المعتقلين الذين أصبحوا في السجون لا لهم حيل ولا قوة. لذلك لابد من الاهتمام بالانتهاكات المتعلقة بهم وإبرازها للرأي العام المحلي والدولي.